يعني واحدة من الفرضيات أحد القنوات الأمريكية وعلى لسان طبعا موجود عندي هذا اليوتيوب الآن، يقول أنه إحداثيات الطقس اليوم 19 قد سحبت من الشبكة العالمية العنكبوتية بحيث ماكو إحداثيات. هذا واحد من الفرضيات. من سحبها؟ من سحب؟ يعني هناك جهات لربما سحبت. هنالك فرضية تقول أنه طائرة إسرائيلية هبطت في أذربيجان، وهذه الطائرة يعني هبط من عندها مجموعة من الأشخاص الإسرائيليين، ولربما يؤكد أنه هنالك عملية هجوم سيبراني. الموضوع الآخر، الفرضية الأخرى، هذا يستبعده البعض على اعتبار أنه طائرة قديمة. خلينا نشوف السيناريوهات اللي واحدة من هذه الأمور، أنه الرئيس الأبري قام بإهداء ساعة إلى الرئيس رئيسي وكانت معه في الطائرة، ولربما تكون هذه الساعة هي التي تسببت بتعطيل أجهزة الملاحة داخل الطائرة. كل هذه الفرضيات اللي نتحدث عنها إلى الآن احنا ما قدرنا نخرج بسيناريو، ولا نقدر الآن احنا، أنا ولا دكتور نديم ولا حتى الضيف الكريم ولا حتى الخبراء. دكتور نديم وضع فكرة واحدة أمامه. نعم، بس هو اغتيال. هي المشكلة شنو أستاذ علي؟ أنه أنت ما تقدر تقرر. ليش؟ لأن نحن غير مختصين في حوادث الطيران. حوادث الطيران أنا يعني مرات أباوح حتجي عرضية في قناة. هو التفكيك هذا المشهد يتعلق في اللجان الفنية التحقيقية، لكن نحن الآن نعم. نبحث في الأسباب الموضوعية، في الأسباب السياسية، في الأسباب اللي تتعلق في المنطقة التي لماذا تؤسس لفكرة معينة. لماذا نذهب إلى نظرية المؤامرة؟ قد تكون الطائرة سقطت قضاء وقدر، والطائرة قديمة جدا، بيل 212، وهي من منتجة يعني الجيل الأول أنتج بال 67 وهي ربما أنتجت بال 76، وهذه الطائرة فيها ما فيها. يعني أنت اليوم تشوف أنه أكو كثير من الطائرات الحديثة يعني على سبيل المثال 737 هذه كثير ما تعرضت إلى مشاكل كثيرة، وهي بوينغ متطورة جدا وحديثة الصنع، وأوقفت لمرات عديدة. زين، أوقفت طائرة أمريكية متطورة توقف. ليش؟ لأن هنالك أخطاء تحصل بها. زين، تمام، ننتظر يعني ما يسفر عنا التحقيق.